عرشك، لا احد يراك، لا احد يضحك عليك، الرجل هو المكلف في هذه الامور، واي عز وكرم افضل من هذا؟ نعم. اما انتم في مجتمعاتكم المراه تذهب وتاتي بالمال، فالله اعلم تاتيه من طريق الزنا، تؤجر فرجها من اجل المال، او تكون عبده، او تشتغل في مساله الدعاره، او تعرض نفسها من اجل المال كي تاتي بالمال، لان رجلها الرجل عنده ليس له علاقه، يقول لها اذهبي واتي بالمال. هذه المجتمعات عندكم بشكل عام، ولا تستطيع انكار هذا الامر. تفضلي. يعني يا شيخ، يعني صراحة أنا يعني كي نسمعكم تحدثوا بهذه الطريقة، يعني نقول كما يقول ميهوب، يعني في بعض الأحيان الحياة ليست بأفلام إباحية، الحياة ليست هكذا، يعني أنه وكأنه المسلمين أو المسلمات هم ناس، يعني أناس يعني ما يعرفوش الخطأ، ما يعرفوش يعني يغلطوا، لا، الأمور ليست بهذا الشكل. هذا رقم واحد. رقم اثنين، شوف، هي ببساطة ما تقدرش يعني تجيب واحد المثال نتاع النساء اللي ترباو واللي ترعرعوا في واحد الأمكنة اللي عندهم نفس النموذج يشوفوه منذ القدم. معناتها انا عندي واحد النموذج اللي يضعف لي المرأة، اللي يردها اقل يعني تفكيرا وجسدا وقوة وكل شيء من الرجل، يفهمها باللي هي ما تقدرش تدير. بطبيعة الحال لما تكبر ما تقدر تدير والو، هذا امر بديهي، يعني ما يحتاجش ذكاء كبير باش نوصلوا ليه ونفهموه. لكن لما نجي ونشوفه في البلدان الأخرى وين المرأة تكبر كما الرجل، يعني الطفلة والطفل في الصغار تاعهم يفهموهم باللي راهم كيف كيف، ما كانش تفضيل بين الجنسين. أنا ما فهمتش أين هو المشكل. ثم إذا كان مثلا، مع كل احترامي للزوجات نتاعك، إذا هما ما قدروش على المسؤولية وعلى هذا الأمور، هذا لا يعني أنه نقوم يعني نعمم هذا الأمر. أنا نقول لك النساء على سبيل المثال فقط، النساء الجزائريات أو النساء تاع شمال إفريقيا عامة، نساء قويات. يعني الأمازيغيات في الماضي وفي الحاضر كانوا يخدموا في الدار وخارج الدار مثلهن مثل الرجل، هذا تاريخيا مثبوت. احنا ما نخافوش من العمل، احنا عندنا روح المسؤولية. بالعكس، انا نشوف النساء اللي ما تخافش من المسؤولية، ما تخافش من العمل، لانه من غدوة كش ما انا يصير للزوج نتاعي، انا اللي راح نوقف ونخدم على ولادي. وراني نتكلم لك على يعني اغلبية اللي فيها المسلمات، يعني نساء مسلمات واللي يخدموا بالحلال. الجزائرية توقف ولو تخدم عاملة نظافة، مع كل احترام لعمال النظافة، هو ليس تقليل، لكن يعني ولو يعني تعمل مجهودات جبارة، لكن توكل الخبز لأولادها. يعني انت كي تربي وحدة على أنها ضعيفة، بالفعل مسكينة راح تكون ضعيفة، لأنك ما عطيت لهاش الآليات، ما عطيت لهاش يعني إنسان عمره ما عام على سبيل المثال، ومن بعد تطلقه في البحر. ولو يبدأ يتخبط على الأول، لكن كل ما يشوف العمق تاع البحر كل ما راح يخاف، لكن إنسان اللي تعلمه حاجة واحدة أخرى. ولذلك نشوف التربية والتعليم يعني ركيزتان لقوة المرأة. كي تحطم هذا الزوج هذا تحطم المرأة، وخير دليل هو أنه يوجد نساء كما هيك. لكن هل هذا يعني أنه هذا النوع من النساء تبني عليهم قوانين وتعممها على كل النساء؟ هذا لا يستقيم. وهذا هو الشيء اللي احنا نلوموه في الإسلام، أنه تحكم لي هذا النموذج وتجي تعمه على الآخرين. بون، هذه رقم واحد. رقم اثنين، تكلمت لي على واحد الأمر، أنه الإسلام لا يحث على الضرب. انا ما نوافقكش، لانه في الايه اعطالك الضرب كحل. احنا ما قلناش الاسلام او العلاقه الزوجيه كلها مبنيه على الضرب، اذا كان قلناها فنحن كاذبين، يعني تقولنا ما لم يقل القران ولا ما لم يقله الرسول، يعني تقولنا عليهم. لكن هل تنفي انه لا يوجد الضرب؟ ما تقدرش تنفيها، لانه يوجد نصيا وحرفيا. هذه رقم واحد. اثنين، لما تقول لي انه الرسول نهى عن ضرب المرأة، انا اقول لك يا استاذ او يا شيخ، هذا لا يستقيم ايضا، لانه الرسول نهى عن ضرب المرأة كضرب العبد، ولم ينهى عن ضربها بالمطلق. هنالك اختلاف. ثم يا شيخ،
شوف ديما نولي لواحد الحلقه مفرغه، انه دائما العصمه يعني كل شيء في يد الرجل، بمعنى انه هو اذا كان على سبيل المثال كان عنده واحد المرض نفسي او كان عنده يعني واحد المشكله نفسيه، انه يقدر يشتهي الزوجه تاعو لما يضربها. لا يوجد رادع في الاسلام لمنعه من ذلك، ما كان حتى شيء. انه انت اسقطت هذا الامر ممكن على نفسيتك انتايا، لكن انا راني نقر نحكي لك يعني بالنص التشريعي او النص القانوني، لانه الاسلام جاء وفرض روحه كمنهج حياه، لكن كتشريع يعني عباره عن مجموعه من القوانين التي تنظم الاسره والمجتمع. بمعنى انه انا كي تجيب لي قانون كيما هذا ليعطي له الحرية التامة في التعامل، كيف راح نقيس الأمور هذه يا شيخ؟ أنت حقيقة قلت لي باللي يعني ما لازمش يكون الإفراط إلى غير ذلك، لكن من يقيس هذا الإفراط؟ من يقيس ألم المرأة؟ ممكن أنت تعطيها ضربة بالسواك تضرها توجعها، لأنه قوى الرجل ما مش كيف كيف. تقدر تعطيها ضربة باليد نتاعك توجعها. ناهيك عن الألم النفسي ويعني الألم العقلي تاعها، انه الاسلام ديما ينسى هذا الجانب هذا النفسي، ما يعطيلوش واحد ويعني هذا ثاني دليل اخر على بشريه هذا الدين، لانه في الماضي ما كانوش يعرفوا الامور النفسيه هذه. فانا نقول لك مره اخرى يا شيخ، حقيقه الاسلام ما فيهش غير الضرب، لكن فيه الضرب كحل لتاديب المراه. وانت تقول لي روحوا للطلاق، نعم يروحوا للطلاق اذا كان الراجل اراد ذلك. مره اخرى كل شيء في يد الراجل، هو اللي يعني ياخذ القرارات. المراه ما بيدها حيله، هي تدي الضرب وتسكت، ما عندهاش وش راح تدير، ما عندهاش. الشكوى لله، الشكوى لله، لكن انا ما يهمونيش الامور هذه الغيبيه والله واليوم الاخره، انا يهمني وش تعطيني في الدنيا كحل للرجل هذا. وبزاف من الرجال اللي اعتدوا على النساء تاعهم، هل قننا يعني قال مثلا عندك 3 مرات تقدر تضربها في العام على سبيل المثال وما تتعداش، مثل ما فعل مع الطلاق، يعني عندك 3 صيغات للطلاق وتحرم عليك المرأة. لا، لم يحد عدد الضرب مثلا المرأة، على الأقل يا سيدي قال نغمضوا العين تاعنا ونقولوا معليش ماشي كاين ديما الضرب، لم يحدد ذلك الدين. يقدر الإنسان، يقدر الرجل يظن أنه مرته راهي دائما في حالة نشوز، يقولها أنت ماكيش مطيعة ديما كيما هاك وما نطلقكش، ما المانع من ضربها كل يوم؟ لا يوجد يا شيخنا العزيز، تفضل. طيب أنت ذكرتي أنه المرأة إذا ظلم زوجها تستطيع أن تتصل بالشرطة، أو على عكس هذا المثال انه اذا كان في رب العمل. طيب نحن السؤال عندنا، اذا كان ما في شرطة مثلا الساعة 3 بالليل، ما هو الحل اذا لم يكون الضابط من الداخل؟ الامر الثاني، المرأة اذا كان عندها طفل، انت قلتي انه المرأة تخرج للعمل وما في عندكم مشكلة اذا طلعت واشتغلت، انت كمرأة عندك لنفرض اجاكي توم، هل بدك تهدي او توم 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 اولاد توم توم يعني توأم توأم؟ نعم توأم. توأم اوكي. توأم، لنفرض أنك حملتي وأتيتي بتوأم، تمام، وعندك عمل، هل ستأخذين الأولاد معك إلى العمل وترضعي هذا من هون وهذا من هون وهذا واع وهذا ويع وهذا حفوضات وهذا عم يرجع، أنت بدك تشتغلي ولا بدك ترضعي وتربي؟ الأمر الثالث، المرأة تأتيها العادة الشهرية والدورة والنفساء وهذا الكلام، بعد الولادة عندها تبقى شهر ونصف ممكن 2 شهر الله أعلم تأتيها الدورة وهي ضعيفة البنية وبحاجة لغذاء وبحاجة لمن يعتني بها، أنت في هذا الوقت ممكن تروحي إلى العمل، ورب العمل أنت ممكن مستلمة موقع حساس، فأنت إذا غبتي عن العمل 2 أو 3 ممكن تخرب الشركة، فأين تذهبين في هذا الموضع؟ وأين تذهبين حين الدورة الشهرية وحين تأتيها الحالات الضعف للمرأة؟ أين تذهب المرأة بحالها؟ المرأة لها أوضاع خاصة غير الرجل، المرأة بشكل عام هي تحتاج أن تبقى في البيت، البيت يسترها، يستر عيوبها، أما المرأة الآن تخرج إلى الشارع وتطالع صدرها قدام الموظفين وترضع مثلاً، أما أنتم متعلمين على حليب النيدو ما بعرف إيش حليب الببرونة، أو إيش تجي الولد عمل تحته، والله بالشركة عندك صار
طلعت ريحه الولد، بدك تفكي لها تقولي لي لا بحطه بالحضانه. شو هي الحضانه اللي راح تحوي كلها اطفال اطفال اطفال؟ اين لذه الامومه في الموضوع؟ اذا الان المراه تحمل وتضع في الحضانه في الحضانه في الحضانه ابنها، ما يهمها في اخر شيء في المستقبل، اما عندما تتعب به هي يكون جزء من روحها. فهذه الاوضاع التي تمر على المراه، كيف تستطيع المراه أن تتعامل في ضمن العمل؟ هل هي تعمل عند المعلم؟ لأنه المعلم يريد إنتاج، خصوصا إذا كانت تشتغل على الطابعة أو تشتغل على موضوع تغليف أو أمبلاج. فهي إذا تركت العمل ربع ساعة ممكن رب العمل يقول لها تعالي يلا أنت عم تاخذي مصاري، لازم تشدي في الحركة. أما الرجل ما عنده شيء يلهي، الرجل جاهز 24 ساعة، يدخل الساعة 8 على العمل، يطلع الساعة 4 ما يوقف ثانية. أما المرأة لها وضع خاص، نحن كفينا المؤنة للمرأة، قلنا لا اجلسي في بيتك معززة مكرمة، يأتيك كل شيء ولا أحد يتكلم لا في عرضك ولا في جسدك، وأنت أهم شيء يبقى عندك الرحم عندك نظيف. للأسف الآن عندكم في المجتمعات الأوروبية عندكم الزنا أمر مباح. امبارح طلع هذا جاك المقطع مسجل يقول نحن عندنا ما في مشكلة أن الرجل يجامع الرجل، ذكر يجامع الذكر. فعندكم أنتم فعلتم شيء، لم سامحيني بهذه الكلمة، لم تفعلوا الحيوانات، لم تفعلوا، لم نرى الحيوانات فعلت هذا الأمر. فأنتم فعلتم أشياء تعديتم على حقوق الإنسان، والله أنكم تظلمون المرأة. أنا لما أرى المرأة تخرج إلى الشارع، في عنا نحن في أوقات بعض من العمل بعض المناطق في نساء تشتغل في إيش؟ في الفعالة، إذا بتعرف الفعالة في الزراعة، والله وبالله وتالله عندما أرى النساء تخرجن الساعة 6 الصبح إلى العمل في هذا البرد القارس، والله أحزنوا عليها، أحزنوا على حزن شديد. أن هذه المرأة هذه لازم تصان في البيت، عند المدفأة شغال 24 ساعة في الشتاء، بالصيف يكون عندها مكيف، في البيت عندنا غسالة أوتوماتيك، عندها كل شيء تحتاجه بحيث نحن ما نتعب المرأة. أما أنا أجعل مرتي تذهب إلى رجل في العمل يتأمر عليها، قومي اصنعي كذا، هذا إذلال، أنا لا أرضاه. أنا فقط سيد على زوجتي، هي تأخذ أوامر من عندي بالضبط. أنا عندما أتي من العمل تعبان، أول شيء طبخة يكون جاهزة، ممكن الحمام يكون جاهز، البيت منظف، الأولاد نظيفين، هذا هو عندنا الإسلام. أما عندما تنصرفين أنت مع زوجك، يلا انت تروح على المطبخ ويروح على المطبخ، انت تروح على الحمام ويروح على الحمام، وصيروا تشتغلوا مع بعض، والله حياة تعبة جدا. يعني انا ارى الاسلام هو افضل حل في هذه الحياة، والذي خرج عن هذا القرار هو خارج عن الفطرة السليمة. اتمنى الردود على هذا الكلام الذي تكلمت به. على عيني. اول شيء مع كل احترامي لشخصك، لكن من لديه الولد للفراش وللعاهر الحجر أظن أنه لا يستطيع أن يتكلم على أرحام أو على رحم نساء الآخرين، مع كل احترامي لشخصك، لأنه في الإسلام طبعا الزنا يحرم، لكن الولد ينسب للفراش. يعني وحتى إن خانتك زوجتك بعلمك أو بدون علمك، تفوت لما تمر على هذه الفطرة وتلد، فإن الولد سينسب إليك رغما عنك، رغما عن أنفك كما نقول في الجزائر. يعني أنا نظن أن أمور الزنا والأمور هذه نخليوها يعني في السياق الآخر، لأنه ما هيش راح تقدمنا ولا تأخرنا في الحديث نتاعنا. هذه رقم واحد. يا شيخ أخي ما زلت لهنا، خيرك لهنا، مازال لهنا ميهوب، اوكي. هذه رقم واحد. بس ارد عليهم. اوكي معليش، ما كانش مشكل، معليش ما كانش مشكل. هذه رقم واحد. رقم اثنين، بما انه تكلمت لي شكون اللي راح يدافع على شكون والى غير ذلك، انا اللي ندافع ولا زوجي ولا، وكنت تكون الثالثه صباحا. يا شيخنا العزيز، عندنا شرطه اللي هي في خدمه الشعب 24 ساعة على 24 ساعة، وعندنا الهاتف، وعندنا آليات كبيرة مثلا ما نسميه بالفرنسية لزالارم، يعني تقدر تدير، يعني عندك ألف حل اللي تقدر تحمي به البيت. لأنه أنت المثال اللي أعطيته لي نقدر نطبقه حتى على النساء المسلمات. على سبيل المثال، أنت لديك زوجة مثلا في بلاد المغربي، وعندها دار وحدها، انت راح تسافر باش تشوف زوجتك الاولى اللي مثلا نفرضوا هي في سوريا، راح تخليها وحدها، شكون اللي راح يحميها؟ ونفرضوا انه ما عندهاش اهل وما تقدرش انت تديها معاك،
هذه الأمور ممكن تصرى، أو ممكن أنت تخرج وقدر الله وفعلت حادث، شكون اللي راح يحمي المرأة هذه؟ إذا هذا الأمر يولي للإنسان، ولذلك البشرية نظمت روحها ودارت لنا مؤسسات لتحمي المواطن في أي وقت، يعني بمجرد أنك تعيط لهم في 5 دقائق يكونوا عندك. وعلى هذاك عندنا يعني قدام مراكز الشرطة في الأحياء، يعني يعيطوا ما فهمتش. 5 دقائق فقط، 5 دقائق إذا كان مكان بعيد 5 دقائق يصل الشرطة، يعني هم سوبرمان، سوبرمان أم باتمان؟ بس حدد هذه النقطة. لا، هو ماشي سوبرمان ولا باتمان، لكن يعني كاين الاحتياط، عكس مثلا النموذج الاسلامي ما يعطيكش الاحتياط هذا. وانا اعطيت لك على سبيل المثال انه امراه مثلا متزوجه مع رجل وقدر الله هي تكون ما عندهاش عائله وتسكن هي وياه في مكان يعني نوعا ما خالي، وش يقدم لي الإسلام؟ على الأقل الإنسان، نفرض معك جدلا أنه حل ماهوش مليح وناقص وفيه كل العيوب، لكن بالنسبة للإسلام وش قدم لي؟ شكون اللي راح يجي يحمي المرأة هذه من دون الزوج تاعها؟ لأنه أنت يا بنيت الحماية تاعك كلها على الزوج، حطيتها له على الكتف نتاعو في حالة أنه يموت ولا في حالة كاش ما يديروا له، وخاصة أنه عن بالك باللي في وقتنا عندنا سلاح، يعني كي يدخل لك أصلا واحد مسلح ويتيري عليك، واش راح يبقى للزوجة تاعك؟ يعني أنت في حد ذاتك ما تقدرش تحميها. يعني هذا التفكير هو نوع من، يعني نقول لك ماشي براءة، لكن تعتبر نوعا ما من السذاجة. يعني كي يجي واحد يبغي يتعدى عليك ويكون يعني قوي عليك، ولا ممكن تجي عصابة، حتى الرجل ما يقدرش يدافع على نفسه. ولذلك الإنسان اخترع آليات اللي تقدر تخلي ولو تكون امرأة وحدها تقدر تدافع على روحها. هذه من جهة. من جهة واحدة أخرى، صراحة يا شيخنا الكريم، أنا يعني كي نسمع الأمور نتاعكم نتخيل روحي في حقبتين من الزمن، إما في زمن الرسول لما كانوا عايشين في الخلاء، أو في زمن الديناصورات، يعني كي نخرج لبرا حنلقاها غابة. لا، الأمور ليست بهذا الشكل. يعني ولو أنه عندنا اليوم نسب من التحرش ونسب من القتل وإلى غير ذلك، لكن أنه نشوفه يعني بالنسبة للاستاتيستيك اللي عندنا، الإحصائيات اللي عندنا، نحن في حقبة زمنية جد متقدمة، وتعتبر من الحقب الزمنية الأفضل على عبر العصور، على مر العصور. من جهة واحدة أخرى، ثم أنه أنت تكلمت لي على المرأة كيف راح تعمل. يعني صراحة يا شيخ، هل يعني أنت يا مثلا حصل لك الشرف أنك تروح مثلا تشوف النظام في البلدان المتقدمة؟ يعني المرأة كي تعود مثلا حامل، إذا كانت لها القدرة أنها تعمل تقدر، إذا ما كانتش عندها القدرة كاين حاجة يسميوها المساعدات المالية من طرف الدولة ببساطة تامة. كي تولد أيضا نفس الشيء، عندها ce qu'on appelle le congé maternel، اللي هو مي هو من فضلك الترجمة، عطلة الأمومة، عطلة الأمومة، هاني لقيتها، عطلة الأمومة. ويقدر اليوم يعني حتى في بعض البلدان دخلوا العطلة تاع الآباء، يعني باش الأب يقعد في الدار ويساعد الزوجة نتاعو. ثم انه تقول لي وتدي الطفل نتاعها، ولا حتى في الاسلام، واذا كان مشيت بالمبدا تاع الاسلام، الطفل ترضعه حولين، يعني معليش تقدر تقعد في الدار، تقدر تقعد في بيتها تربي ولادها وتكبرهم، ومن بعد تعاود تولي في للعمل نتاعها. هذا لا يمنع، هذه الامور لا تمنع. وانا واحده من الناس قعدت في الدار باش نكبر ولادي، ما فيها حتى باس هذه. لكن هل هذا الشيء يعني انه راجلي يتعدى عليا ويأدبني بالضرب؟ ولو هذا ليس بحل. هاني قعدت في الدار وهاني عندي نفس الحياة ما بين قوسين تشبه تاع المرأة المسلمة، لكن عكس المرأة المسلمة انا لا اهان، انا لا اضرب لكي اؤدب. انا كيف انا انسانة اللي ولدت وراهي هزة مسؤولية، انا نربي اطفالي باش يجي الراجل يهني باش يربيني؟ اذا كان كنت انا انسانة عاصية ومانيش متأدبة، ما تقدرش تدير فيا يعني الثقة. ناهيك على انه اليوم المرأة تقدر تعمل كي هي كي الرجل، يقدروا يعملوا من الدار، يعني مثل ما نسمي هذا العمل بالفرنسية تيلي ترافاي، يعني كاين حلول كبيرة.
والإنسان اليوم لقى نماذج أخرى على الصعيد يعني القانوني وعلى الصعيد السياسي وعلى الصعيد المالي اللي يقدر يعاونك بلا ما تخرج، بلا ما تعرض أطفالك للخطر إلى غير ذلك. ثم اسمح لي يا أستاذ يعني ولا يا شيخ، أنه مثلا تقول لي على المكيف وتقعد معززة في الدار المكرمة، أنا نشوف هذه من بديهيات يعني العصر الحالي، أنه يكون عندي مكيف في الدار. هذا ليس يعني بتكريم، هذه ماهيش خاصية أعطاها للإسلام، هذا أمر يسميوه اختراع في الحقبة تاعنا، وتقدر يستمتع بها الرجل كما تستمتع بها المرأة. معناتها أنا والزوج نتاعي راح نقعدوا تحت هذاك المبرد مثلا أو المكيف الهوائي، وكما نقولوها بالعامية الجزائرية نتبحبحوا نتفرهدوا هكذا. هذا ليس حكرا علي أنا كامرأة، يعني أنا نشوف يعني ما زالت يعني الأجوبة نتاعك يا شيخنا العزيز ما زالت جد بسيطة، يعني قربي مش المايك، مناسبة للوقت. صوت في الصوت تاعك راه شوية ما زال أوكي دروك. الآن بيا دقيقة دقيقة بفتحه للازم. أيوة دروك راه أوكي هكاكم تسمعوا؟ تري بيان بارفي. أوكي إذا يعني كيما نقول لكم، يعني اسمح لي يا شيخ، لكن هذه يعني عبارة عن إجابات نتاع واحد الإنسان اللي ممكن ما عرفش وش معناتها الغنى مثلا. يعني تتكلم لي على بعض الماديات اللي هي ليست أصلا بالحكر على المرأة، ثم انه تكلمت لي مثلا على الطفل اللي يكبر في الـ مثلا في المدارس او يكبر في عند المربيات او غير ذلك. يعني مرة أخرى هذا لا يستقيم عليه، لأنه حتى عند بلاد المسلمين كي يوصل الأطفال واحد العمر هكا لازم يروحوا يتمدرسوا. يعني أين هو الضرر؟ أنا مانيش نشوف فيه. أصلا المرأة في الإسلام العمل نتاعها أو لماذا خلقها الله، لم يخلقها لكي تربي الأطفال وإلى غير ذلك، هي في الأصل لخدمة الرجل ولخدمة أبنائه. يعني حتى التربية بالمعنى الإسلامي الصحيح هي للرجل وليس للمرأة. كيفاه يعني أنت يعني بالمنطق هكا، يعني بيني وبينك يا شيخ، امرأة ناقصة عقل ودين وامرأة سفيهة لا تستطيع التحكم في الأموال، رغم أنه حنايا رانا نساء وعندنا شركات وعندنا نسيرو وعندنا يعني كيما حنا يعني عندنا مشاريع أعمال وعندنا يعني بزاف من الأمور ونقدروا نديروهم عادي جدا، يعني شوية دراهم شوية نقود ما نقدرش يعني أنا نصرف فيهم في المنزل باش نشري يعني أمور كيما هكا. هذا يعني يستقيم كيف يعني إنسان كيما هذا ما يقدرش حتى يشري البطاطا والطماطم للأهل نتاعو، كيف راح يقدر يربي الأطفال؟ هذا أنا نشوف من وجهة نظري ماهوش يعني أهل أصلا للمسؤولية. ثم يا شيخ نعاود نطرح لك السؤال اللي ما جاوبنيش عليه من فضلك، يعني إذا كان تتكرم وتجاوبني عليه، أنه هل الإسلام يحدد يعني للرجل، ويعني نغمض العين وراح ندير أنه ماهيش كارثة، هي في راهي كارثة، لكن نروح معاك يعني في الفكر ونحاول أني نمشي بالمنطق بتاعك، الإسلام هل حدد للرجل كيف يضرب المرأة، أو يعني الوقت الذي يضرب فيه المرأة؟ كما يعني أنا المثال اللي أعطيته القبيلة ماذا بيا تجاوبني عليه، أنه يقدر الرجل يقيس أنه المرأة هي ناشز في كل الحالات وكل يوم، هل الإسلام يمنعه من ضربها كل يوم أو لا؟ هتفضل أستاذ، إذا نسيت حاجة ما جاوبتكش عليها عاود تذكرني. تمام. هلا اذا كان مثل هذه الحاله تكلمتي فيها انت انه المراه ناشز، الحياه هكذا مقززه، فالافضل له الفراق. الاسلام شرع الطلاق من اجل هذه الامور، فعندما نصل الى باب مسدود، نحن ما تزوجنا من اجل نضرب بعض كل نهار، انا اضربك انت تضربيني نتبهدل، لا خلاص، الان اذهبي الى بيت اهلك، لعل الله سبحانه وتعالى يهيئ لك زوج افضل مني، وانا يهيئ الله سبحانه وتعالى زوجي افضل منك، وانتهت القضيه، ما في داعي لا اضربها ولا تضربني، لانه هي قلنا الضرب مجرد تاديب، كما ان الاب يضرب ابنه ضرب تاديب. انا عندي ابن صغير الان، هلا طالع الكنيه، عندما بسوي مشكله بجي بضربه، مثلا اذا مثلا قرب على الصوب وهي شغاله دي حرق ايده بعيط عليه، ما ممكن اضربه، ولكن مو انا اضربه ببوكس اقلع له عينه، اذا انتم فاهمين هيك الضرب فروحوا راجعوا حساباتكم، ضربنا ضرب تاديب، ضرب تنبيه، يعني يا ولد يا غلام، هذا ولد لا يفهم، اضربه مشان ايش يصحى، فضرب يكون تاديب ولا وليس ضرب،
أذى كما أنتم تظنون. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال استوصوا بالنساء خيرا، ويقول أيضا خيركم خير خيركم خير لأهله عليه الصلاة والسلام. بالنسبة لموضوع الولد للفراش، نعم نحن عندنا الولد ينسب للفراش. لماذا؟ لأن الإسلام ستير، ولا يجوز للرجل أن يتكلم ويتهم زوجته إلا بدليل قاطع وبرهان ساطع. أيها الرجل أمامك حلين، لا تتكلم في عرض زوجك. هكذا نحن حفظنا الأعراض وحفظنا أعراض النساء، ولا يجوز للرجل أن يتهم المرأة بأن امرأته زانية إلا أن يأتي بأحد الأمرين، الأمر الأول أن يأتي ب4 شهود، الأمر الثاني أن يكون ملعنة ويفرق بينهما. ولكن الولد ينسب للفراش كي لا يجترئ على زوجته ويتكلم في عرضها، حفظ عرضها الإسلام. أما أنتم عرضكم فالله المستعان عرضكم مخلوطة، وعندكم هذا الأمر أصلا لا يهمكم. يعني إذا واحد تكلم في عرض زوجته وعنده أمر عادي بليز مثل صاحبنا جاك، يعني طبعا في سؤال سجليه عندك على الدفتر عشان ما تنسيه. أنا الآن بسجل أحترم النقاش كي أرد على أجوبتك. رد لي على مسألة نكاح الذكور امبارح جاك، طبعا هذا من طرفكم، من طرف العلمانية ومن جماعة مهيوب الطيب، هو يعني ينبسطون على موضوع نكاح الذكور لبعضهم البعض. أيضا سؤال آخر، ما رأيك بنكاح النساء لبعضهم البعض؟ يعني ممكن أنت وصديقتك حبيتوا بعض في مسألة في العمل، وقالت لك أنا اليوم والله مش أعمل معك شغلة، أنت شو رأيك بهذه العملية؟ وأنت يا مهيوب بلكي صاحبك محمد صالح عزم خلق تعال اليوم عندنا شغلة طيبة، يعني أنت مع أنك لا تريد، لأنه عندك الأصل، لا زلت عندك أصلة شيء بسيط انه لا تريد مساله انه زوجتك حدا يعتدي عليها، بس ان الجماعه عندهم عرضهم بطاطا، يعني ما عندهم مشكله اذا واحد 200 واحد بينطوا على زوجته ما عندهم مشكله، بس تخيل تروح على عيد لهؤلاء الملحدين ويقولوا لك اليوم عندنا سهره بدنا نعمرها يا مهيوب، ايش السهره يا شباب؟ يلا نساء لحال رجال لحال في الدوريه، شو رايك يا مهيوب؟ انت ستدخل مع الرجال ستضرب وتضرب، والنساء ايضا، النساء عندهم طبعا اصطناعي، يعني عندكم الامر مشهور. موضوع الأماكن تقول الشرطة وما شرطة، والله كأنني الآن أراكم أنتم أنبياء ما شاء الله، أنبياء وصلتم لمرحلة الأنبياء والرسل. يا رجل عندكم في البيت ما في مشاكل وأنتم جدا متفاهمون، ما أم المشاكل عندكم يا رجل؟ إذا انقطعت الكهرباء ما بعرف أين دولة ساعتين، ما بعرف كم ألف سرقة في إيش في خلال ساعتين فقط، لأنه عندكم الأمر يتعول على مسألة القوة والضعف. هي تقول لي نحن نتفاهم، والله ما شاء الله أني أراكم أنتم أنبياء ورسل وليس عندكم مشاكل مطلقا. أنا في الشارع إذا واحد يأتيني من المسلمين يغضبني أخبط بوكس مباشرة أشحطه في الأرض، لسه أنت رجل أضربه. فإذا أنا امرأة تأتي وتقول لي اسكت واخرس، انت تقولي لزوجك اخرس ويسكت لك؟ ما شاء الله ما شاء الله، ما هذه المعامله الطيبه؟ انا اذا رجل يقول لي اخرس اضربه مباشر، فما بالك بامراه؟ ما استطيع اتحمل. يعني نحن عندنا العرب هكذا نفره، يعني اذا الرجل يتهم نضرب بعض مباشر. ممكن الان عندنا المسلمين في بعض الاسواق يصير مشاجرات، وين المشكله؟ ولكن انا اقول له اخرس، يقول له اخرس اخرس انت، لا انت 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 نبقى معناته 100 سنه يقول انا انت وانت، قم حل المشكله بالضرب اضرب واخلص من هذه القضيه. طبعا هذه بين الرجال، اما بين النساء تؤدب المراه، والمراه تؤدب، مجرد ما ادبتها تسكت ولا حرف ما تعيده. ما تظنون انه الامر قتل قتل؟ ممكن انا ما اقتله، ممكن الا ضب شنطتك العب بيت اهلك، وهذا اكبر اذى للمراه. خلاص لما تقول لها ضبي شنطتك تستسلم، تقول لها خلاص انا مثل ما بدك امشي. لانه ليش؟ لانه سبحان الله عندنا الفطره السليمه لا تلزم ان النساء كل نهار تاني تتطلق تروح تنفتح على رجل اخر. انتم عندكم ما شاء الله زواج بدون زواج كل امر مخلوطه، ولا احد يعلم من ابوه، ويعني عندكم الاصول ضائعه. وانا اقول الافضل للمجتمع الا من رحم ربي الملحدين يروحوا يعملوا فحص DNA كي كل واحد يعرف ابوه مين هو. نحن عندنا المرأة لا تريد أن تتطلق من أجل أن لا تذهب ويطلع عليها رجل آخر، هذا من العفة ومن الحياء. طيب سألت سؤال سجلي عندك، الأماكن البعيدة اللي ما فيها شرطة، تأتي الشرطة عن طريق سبايدرمان أم عن طريق سوبرمان؟ كيف تأتي؟ تأتي من تحت من الداخل. عام 2050 أنت تتكلمي، ما بعرف إذا الآن في طيارات سريعة مباشر خلال ثانية يكون هن وحي أو ملائكة ينزلون عليكم مباشر. تتكلمتي انت على موضوع المرأة انه نحن عندنا مصارف تصرف على النساء، والله نحن من باب اولى، نحن عندنا يعني مصارف الزكاة خاصة تصرف منها جزء على الأرامل والنساء واليتامى.
فنحن أولى بهذا منكم، واذهبي وابحثي في تاريخ الإسلام. صحيح الآن نحن واقعون في مأزق والأمة الإسلامية الآن ضعيفة، ولكن الحمد لله العصر الذهبي يتكلم في هذا الأمر. الآن نحن في مأزق بعد 13 بعد 1300 سنة، الحمد لله رب العالمين. هذا بسبب ابتعادنا عن الدين، عندنا الآن امتحان نعم، ولكن إن شاء الله تعالى مجرد ما حكم الإسلام سيطعم حتى الكفار، سنطعمهم إن شاء الله. كانوا سكت أخوك. الموضوع على أن المرأة عندكم بسعر الرجل، لماذا؟ سؤال سجلي عندك، لماذا أكثر رؤساء العالم رجال وأكثر قادات الجيوش رجال؟ لماذا عندكم نساء؟ نعم ممكن رئيسة ألمانيا امرأة، ولكن أتكلم في العموم الآن. روحي احضري على المجتمع الدولي عندما يحضرون، كل هؤلاء طبعا يؤيدون كلامك وهم طبعا من أنصارك، تقريبا 80% رجال. لماذا لم تجعلون العدد متناسب مع بعضه البعض؟ لأنكم في أنفسكم تعلمون علم اليقين المرأة لا ليس عندها قدرة كالرجل، ولكن أنتم وتأتون من أجل الطعن في الإسلام لا أكثر. موضوع على أنك قلت والله أنا إذا جلست تحت المكيف عندي هذا أمر عادي جدا، طيب ما أقول لك أن تذهبي وتعملي بالمصارف الصحية؟ تذهبي، ممكن أنت ما عندك دراسات، المرأة التي ليس عندها شهادات عليا وليس عندها دراسة ولم يتهيأ لها عمل، وجاءها عمل أن تعمل في المصارف الصحية، تنظف الكهريز، يعني إذا في تواليت زئم بتشك إيدها وبتنظف، أو في عندها ماكينات تشتغل فيها تمام، أو جاء شغل في ما ورشة حمالة تطلع على الطابق الخامس تشيل كيس الشمنتو. أنت برأيك، أسألك بالذي رفع السماء بلا عمد، ترضيني هذا العمل أنك تروح تنظف في المصارف الصحية؟ أنا أقول بشكل عام إذا ما كان عندك شهادة ومقطوعة أنت والدولة هذه السنة مكسورة ما عندها تعطيك، عندك مشكلة أنك تروح تنظف التواليت وتنظف الخلاءات وتصيري خدامة وأنت عبت تنظف البيت أم هذا صاحب البيت بيطلع عليك وأنت مطوبزي، الأمور عندك جيدة يعني أنت مبسوطة فيها مثلا؟ ما بعرف إذا مبسوطة، نحن عندنا الحمد لله ما أنا مبسوطي. موضوع كياس الشمنتو، شو رأيك بكرة تنزلي على السوق وتشيلي لك 4-5 كياس شمنتو وتطلعي فيهم على الطابق الخامس وتجربي، تجربي موضوع العمل كيف انت، اني والله انت المكيف ما بدك اياه وانت مؤيده مع العمل ما شاء الله، والله يعني انت بخلاف العقل. انا تكلمت عندي، اتمنى الاجابه على جميع هذه الاسئله. تفضل. لا تجاوبيني، طالي بس ثواني، لا تجاوبيني سؤال بسؤال، جاوبيني بعدين اطرحي اسئلتك. نبهك برك يعني راك ما جاوبتنيش على السؤال اللي طرحته لك اكثر من مرتين، انه الاسلام ما حددش على الضرب تاع الرجل، يعني اذا كان يقيس على انها ناشز طبعا هي ماهيش حياه، لكن هل الاسلام يمنع من ضربها كل يوم اذا كان يعني قيم على انها ناشز، قيمها على انها ناشز؟ نعم نعم، اذا وصل هذا في الامور الفقهيه وعند القضاة. نحن عندنا بطبيعه الاحوال المراه، ممكن انا سكن عندي جار وكان كنهره مشاكل وزوجته، كنهره مشاكل وزوجته على مدة أسبوع، خلص يعني حسمنا الأمر والأمر وصل إلى الطلاق وفرقوا، هي راحت على بيت أهله وراح إلى بيت أهله، يعني هذا الأمر لا يستمر فترة طويلة. طبعا هي ضربته، يعني هي كانت مثلا إذا طويلة ضربته، ونحن عندنا الرجل في المجتمع عيب يضرب. قلت لا، جاوبتك أنا، الأمر يوصل إلى الطلاق، الله سبحانه وتعالى إيش قال؟ واضربوهن، وآخر شيء فبعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلي، هذا الحل الرابع، إن يريد خيرا يوفق الله بينهما. لما توصل إلى المرحلة للسداد مرة تم طول العمر عم نضرب بعض، ولكن يعني أنت برأيك أنه أنا والله زوجي عندي كل نهار تأكل قتلي، هل هي تستطيع أن تبقى معي في هذه الحالة؟ أكيد لا تستطيع. يعني الإسلام كما أنه انتقل لمسألة الضرب أيضا انتقل لمسألة الفراق، اذكري هذه النقطة ولا تتهربي منها. كما أنه انتقل أول شيء الوعظ، ليش أنت ما ذكرت على موضوع الوعظ؟ وقفت على موضوع الضرب، ضرب 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 وعظ، فإن لم تستجيب إلى موضوع، طول بالك هي أخذت وقت أكثر مني، إذا لم تستجيب تأتي موضوع الهجر، ممكن هجر شهر شهرين ثلاثة، إن لم تستجيب يأتي الضرب، فإن لم تستجيب الآن الفراق، أكيد ما رتم أكثر من شهر عم تاكل قتل يعني، وأكيد الضرب ما راح يكون نهار جيب لها كابل، نهار جيب لها سكين، نهار ضرب لها، هذا يعني هذا أنتم تفتروا افتراء على الإسلام. تفضلي، جاوبتك لا تقولي ما جاوبتك. من الحق تجاوبيهم بعد تديروا خلاصة آخر 10 دقائق، وشكرا جزيلا للاحترامات نتاعكم في اثنين، فضلي جاوبيه الأسئلة ومن بعد يتفضل الشيخ ومن بعد ديروا لنا خلاصة، كل واحد عنده حق في خلاصة، شكرا جزيلا.
لكن أنا فقط للتوضيح أنه الشيخ الآن عمل لي ما يسمى برجل القش، يعني كون فكرة أنا ما طرحتهاش في الأصل وجاوب على شيء أنا ما طرحتوش، فقط هذه يعني أنوه على هذا الشيء. ميهوب ما بعيش إذا تسمح لي نعاود نطرح السؤال ولا نفوت نجاوبه يعني كما حبيت. نعاود نطرح سؤال. اوكي، اذا انا السؤال نتاعي ما قلتش، يعني انا لم اقل انه لم يعطى عدة حلول للمرأة الناشز. أنا تكلمت فيما سبق وتكلمت على الموعظة وما عنديش مشكل فيها، الهجران على الأقل معليش يعني يسبب ألم نفسي، لكن معليش يا شيخي المايك روح المايك من فضلك. شكرا. اذا انا قلت باللي الوعظ ماهوش مشكل لانه نتكلموا مع بعض، هذا ما فيش يعني مشكل. حتى انا يعني مانيش مقتنعه بالايه هذه، لكن ما عنديش مشكل انه الهجران او الهجر في المضجعي، انا ثاني هذه ما عنديش مشكل ولو انها تسبب الم نفسي ما كانش مشكل. انا تكلمت على المرحله الثالثه واللي هي ما يتقبلهاش العقل، على الاقل العقل الحالي والعرف الحالي. اذا انا وش قلت؟ قلت إذا كان الإسلام حددها أو لا، لأنه أنت تكلمت لي على حالة الطلاق، هذه أنا راني مفروغ منها، كاين الطلاق نعم عند المسلم وعند غير المسلم، إذا كان وصلوا لواحد النقطة يقدروا يطلق، لكن في حالة أنه الرجل ما يقدرش ما حبش يطلق وما حبش يعني كل مرة يقولها أنت ناشز، يقدر يضربها كل ما تجيه في راسه باللي هي ناشز، لأنه السلطة والتقييم في يده هو، كل ما يقيمها انها ناشز راح يضربها، راح يوصل به للضرب، لانه جرب من قبل انه يهدر معها يتكلم معها يعظها الى غير ذلك. اذا هذا هو السؤال نتاعي، من فضلك من بعد جاوبني عليه هو بالتحديد. نكاح الذكور، نكاح النساء، وكل بغيت تجاوب من بعد نكمل. اجاوبك مباشر؟ طيب كملي بعدين. لا معليش جاوبني على هذه ومن بعد نختم. عندنا في الأحكام القضائية يعذر هذا الإنسان إذا كان ضرب زوجته ضربا مبرحا، يعذر وقد يسجن. نعم يعذر إذا القاضي رأى أن هذا الرجل أسرف في حق زوجته، يوضع في السجن. نعم. وكيف نقيس هذا؟ لأنه يعني السلطة التقديرية ستكون لمن؟ ستكون للقاضي. والرجل عندما يقول له أنني لم أعتدي عليها، لم أكسر عظم ولم أترك يعني بصمة ولم أضرب في الوجه، أنا مارست حق الشرع الذي أعطاني إياه الله ولا أريد أن أطلقها، ما هو الحكم؟ الحكم بالدليل من فضلك. إذا قصدك يعني ضرب زوجته وهكذا هي راح تشتكت عليه، اكيد ما راح يضر، وبلكي زوجته تكذب ما ضربه. انا اقول القاضي تفضل يا سيدي القاضي طلع شلون ضربني، ما في شيء، فرج عيني هيك ما في شيء. طب بلكي زوجته تكذب على الرجل، تتهم الرجل بالكذب، فلازم يكون في دليل. اكيد الضرب اليوم النساء حساسات، مجرد ما عملتي هيك جسمه يعلم يصير ازرق. تمام، انت الان جربي ضربي ايدك ضربه جسمك راح يعلم، فأكيد رح يكون في آثار للضرب، الضرب المبرح. أما أنا آتي وأقول ضربوني عذبوني تمام فرجيني، إيه ما في شيء، بس كان عم يعمل لي هيك ضربني، إيه جات تضحك علي أنت، يعني هذا ما اسمه ضرب. نعم، إذا السلطة التقديرية والتقييم يكون للرجل، ويعني في الختام المرأة لا يصغى لها، يعني ولو هي تأذت والرجل قال لا لم أؤذها، يعني القاضي لن يفعل لها شيء. ونعم وذلك هو المتعارف عند جمهور الفقهاء وفي كل المذاهب. شكرا على صراحتك على كل حال. ثم شوف، أنا يعني صراحة إذا تتكلم معي أنا شخصيا، نكاح الذكور ونكاح النساء هو أمر خاص بهم، هما أشخاص بالغين عاقلين، إذا كانوا كذلك فهم حرين. شوف يا شيخ، ببساطة تامة، أنا المسلم لما يدخل البيت نتاعه ويغلق غرفة النوم، هل أنت شاهدت بعينك وش راهو يعمل في غرفة النوم؟ إخي ما شاهدتش. يعني ممكن المسلم مثلا يعصي الله ويقوم بكل ما حرم عليه، كذلك الرجل عندما يعاشر الرجل آخر أو امرأة تعاشر امرأة أخرى، لما يغلقوا باب النوم التاحهم هما ما يجيوش عندك يا أستاذ، ما يجيوش عندك يا شيخ،
وانا نقول لك اذا كان هذا الامور جاتك يعني امور لا يقبلها العقل، وانت من صباح وانت تتحجج لي بالطبيعه، هذا الامور نجدها عند الحيوانات، لكن هذا ليس بالمعيار. يعني انا اليوم مثلا كي نشوف يعني في الفقه الاسلامي يوجد حكم من اتى البهيمه، انا نقول لك يا استاذ هذا الحكم هو لمن؟ هو للمسلم، أي بمعنى أنه يوجد من المسلمين من سيقوم بهذا الفعل، ولهذا لهم حكم شرعي يؤثر في هذا الأمر أو في هذه المسألة. على أنا ما نناقش هذا الأمر لأنه ما يمسنيش، وكذلك أنت يا المثليين ما يمسوكش، هو يخي ما تأذلكش ما أذاكش، يعني ما جاكش ما أذاكش، ما تدخلش في حياتك، ما يحدث في غرفة نومه يخصه. كاي الناس ممكن تشمئز من عدة أمور يقدر المسلم يديرها يعني في المنزل تاعو. نحن نتكلم عن الناحية القانونية، الحريات الفردية والشخصية والتي تكون في غرف النوم والتي لا يراها أحد لا تهمنا ببساطة. هذه رقم واحد. رقم اثنين، أنا نقول لك باللي هما ناس بالغين يعرفون مصلحة تاعهم، لكن البنت الصغيرة التي تزوج بدون إذنها ولا تسأل البكر الثيب الصغيرة، هذا أمر يقلقني، لأنه ما عندهاش يعني ما هيش بالغة عقليا، ما هيش بالغة جسديا، ما يعطيوليش أنا الطرق باش نعرفوا يعني كيف تطيق الوطأ. حكاية الضرر والضرار هي مثل ضرب المرأة، يعني أمور أو جمل يعني رنانة، شعارات رنانة لا يمكن أن نقيسها، كما ما تقدرش تقيس الضرر نتاع المرأة والأذى لما تضرب وتهان من عند الزوج، بنفس الطريقة لا تستطيع أن تقيس ضرر الطفلة التي ستنكح من عند رجل كبير. ثم انه يعني انا تكلمت على استوصال النساء، انا يعني نطلب منك انك تتفضل وتكملنا الحديث، يعني هو الحديث إهانة للمرأة. فكما قال مثلا العلامة ابن باز، المرأة فيها نوع من العوج والنقصان، هذا الامر لا يقيم المرأة بل يهينها، وهذا العوج والنقصان من الذي اتى به؟ هو الله، هو الذي خلقها ناقصة عقل ودين، فهي لا تصوم شهرها كاملا ولا تصلي صلاتها في شهرها كاملا، يعني والأمر الأدى أنها سفيها لا نعطي لها الأموال، وشهادتها لا تساوي شهادة الرجل أو تساوي نصف شهادة الرجل. يا شيخ، يا شيخنا الكريم، أنا وياك مثلا ضركة رو قدامنا شخص قتل شخص آخر، أنا وياك لاحظنا نفس الشيء، لماذا أنت تستطيع أن تشهد وأنا بمجرد وصفك يعني بناقصة عقل ما نقدرش نشهد نفس الأمر؟ يعني هاك تشوف، هاني أنا وياك نتحابروا، ها يعني فكرة بفكرة، كيف يعني الإنسان اللي يتحاور معك هكا عقليا ما يقدرش يشهد؟ شوف خير دليل البرامج الدراسية يعني اللي نقوم بها، وأغلب المتفوقين بالنسب والإحصائيات هن الفتيات، حتى في مادات يعني في مادة الحفظ الفتيات يتغلبن على يتفوقن على الذكور. يعني كون جات المرأة حقيقة ما عندهاش ولا عندها مشاكل في الذاكرة، يعني البرامج الدراسية تكون نص خاص بالبنات والنص الآخر من البرامج الدراسية خاص بالذكور عموما. ثم انه انت يا قبيله يعني تجبد في الاخ جاك، على كل حال هو ماهوش حاضر، وانا هذا يعني نشوفها يعني عدم احترام لشخصه، لكن لا باس. يعني قلت لي يعني هي نوع من الضيافه الى غير ذلك. شوف يا عزيزي الشيخ، يعني كي نولي ونشوفه في الامور هذه، يعني الولد للفراش بما انه مهوب قالنا نختمه، يعني انا نحترم الامر هذا نتاعو، لكن هنالك الكثير الذي سيقهل في مساله الولد للفراش، لأنه هي هذا القانون ظالم للطفل، لأن نكذب عليه ما يعرفش الأصل نتاعو، وهذه السبة هذه تستعملوها أنتوما في تحريم التبني. كون بكم حقيقة، لو بكم حقيقة يعني حق الأطفال ورعاية الأطفال ما نكذبوش عليه، هذه رقم واحد. رقم اثنين، هو يعني يحرض بطريقة غير مباشرة على خيانة النساء لأزواجهن، يعني تتستر عليها، يعني تتستر على الخيانة.
وهنايا راح نوليو مسألة أخلاقية أخرى، أنه الكذب يحلل في الإسلام في عدة مواضع، منها الموضع هذا أنه المرأة تقدر تكذب على الرجل تاعها. ثم ما يعني وش هو الذنب تاع الرجل اللي راح يعيش حياته كامل مخدوع مع الزوجة تاعو ومع الطفل هذاك اللي ماهوش الابن تاعو؟ هل هذا يستقيم؟ هل هذا من العدل في حق الرجل؟ طبعا لا. ثم انه انت تكلمت لي على 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 الدياثة وغير ذلك، في الاسلام اذا طلقت المرأة تاعك وجب على شخص اخر ان يذوق عسيلتها كما قال الفقهاء، وان تذوق عسيلته. وهذا يا شيخ أنا نطلب منك من باب الاحترام أنك ما تقذفش الناس الآخرين وتدعي يعني ترميهم بالدياثة وانت عندك مشاكل ومسائل أخلاقية كارثية هكذا في الشرع والفقه. يعني انت وش سقسيتني أيضا يعني في الأماكن البعيدة وإلى غير ذلك، يعني أنا أعطيت لك مثال، ولو ما عندناش مراكز الشرطة ونروح معك لأبعد الحدود، لما ما يكونش الزوج المسلم اللي راح يعمل يعني حيدخل في شجار مع الأشخاص هذو، بمجرد أنت تغيب ساعة على دارك راح يجيو يهجموا عليها. ما هو حل هذه المرأة؟ ما عليها غير الدفع على روحها. بنفس الأمر تقدر تطبقه على المرأة اللي ما هيش مسلمة. إذن هذا أمر لا يعني لا دخل له في العقيدة. ونزيد نروح معك لبعيد، الإسلام لا يعطي لي حل، ما يعطينيش حل. وش هو حل؟ انه يكون معايا زوجي، هاو زوجي خرج للعمل في الساعه هذيك، خرج يقضي لانه هو اللي لازم يدير كلش متطلبات الحياه، هاو خرج الزوج نتاعي وراه الحل ما كانش. وش زدت قلت لي ثاني؟ نتاع الزكاة للنساء، يعني هي طريقة بدائية في إعطاء الحلول. إحنا اليوم في الدول يعني المتقدمة يعطيوا لك قيمة يعني تفوق قيمة الزكاة، عندك رعاية تامة صحية، يعني عندك رعاية على جميع الأصعدة. ناهيك على أنه في بعض الأحيان كي تعود المرأة ما عندها الشهادات، لأنه قبيلة أنت تكلمت لي الشهادات، يقريوا المرأة يفوتوها في بعض يعني الأماكن على محو الأمية ويعطيوا لها عمل محترم. ثم أنه أنت يسقسيتني مثلا أنه نروح وننظف التواليت وين المشكل؟ هناك الكثير من الأمهات اللي عانوا في مرحلة من المراحل واللي مرضوا الرجال نتاعهم، هذا لا بأس فيه. أين هو المشكل؟ نصحوا الرات راحوا يخدموا بالعرق جبين تاعهم كيما احنا نقولوها بالجزائرية، وراح تجيب الأكل لأولادها. هناك الكثير من النساء يعني اللي رجالهم صاروا لهم يعني حوادث مرور على سبيل المثال، وراحوا خدموا على أولادهم. أين هو المشكل؟ بالعكس هما اللي هزوا رجالهم، عكس الرجل في الإسلام لما تطيح مرته يروح يزوج عليها مرأة واحدة أخرى. بصح المرأة الفحلة كما احنا نقوله في الجزائرية تاعنا هي اللي تروح تخدم وتوكل الراجل هذاك وما تخليهش يطيح. ثم انه تكلمت لي على اكثر الحكام رجال والى غير ذلك، هذه اختيارات في الحياة، لانه كاين بعض المناصب يعني تخلي المرأة يعني ما تقدرش تخيرهم، اذا كان مثلا فضلت انها تنجب وتفضل تكون العائلة، هذو اختيارات في الحياة. يعني هذه ليست بحجة على صحة الدين او على انصاف الاسلام للمرأة. ثم انه يعني من صباح انت تدلي على الرئيس والى غير ذلك، الرئيس لا يضرب الوزراء، الرئيس بينه مثل المدير مع المرأة، بيناتهم عقد، العقد هذا يحترموا فيه بعضهم، واللي يتعدى على القانون القانون يعاقبه ببساطة. ثم أنه العمل الشاق صراحة يعني رانا في واحد الأوقات حتى الرجال ما عادوش يروحوا الأعمال الشاقة، عندنا الآلات، عندنا الـ artificial intelligence، عندنا يعني الكثير من الأمور اللي تطورت حتى في الحروب، حتى في الحروب يا شيخنا العزيز ما عادوش يستعملوا هذيك القوة البدنية كما بكري. وخير دليل إسرائيل اللي محرحرة العرب يعني بقوة، جنود انتحى إسرائيليات اليوم بزر بالضغط على زر صغير من الدرون تنسف يعني مناطق كليا من يعني على الوجود.
نظن يعني جاوبتك على كل الامور هذه. ويعني نختم يعني كما قال ميهوب، انا راح نقولك يعني هي مجرد شعارات اللي ديما نسمعوها. كي نروحوا ونأصلوا في الامور هذه، لا يوجد تكريم او حقوق يعني كما احنا نقولوا هي خاصه بالمراه في الاسلام. ولو نقارن اليوم بالنماذج البشريه والتي هي طبعا ليست كامله وهذا لا باس فيها، لكن هي على الاقل أكثر إنصاف وأكثر عدالة من هذا النموذج الذي يدعي أن أو يدعى أنه أتى من عند إله حكيم رحيم إلى غير ذلك. أنا يعني من صباح سمعت أوامر ونواهي، سمعت حقوق الزوج على الزوجة، لم أسمع العكس. يعني مجرد أمور قيلت فقهيا عند الجمهور حتى على البهيمة وعلى العبد. وشكرا، يعني شكرا على الإصغاء. مهيوب رد ولا ختام؟ رد؟ لا عندك حق ترد وتختم حبيبي، خذ راحتك فقط ما تطولش كثير وخذ راحتك ترد. نعم، هي طبعا الآن تكلم بكلام، أول شيء كثير من كلام مناقض للعقل ومناقض للفطرة، وهي تتكلم عن نفسها هي ولا تتكلم عن جمهور النساء، فجمهور النساء لا يرضون بهذا الكلام. وأيضا في بعض الكلام دلست فيه على الإسلام، فالكلام تقريبا ثلاث أربع مردود ولم تأتي بالأجوبة. هي تقول أنه لا بأس في حق الخصوصيات، أنه إذا الإنسان دخل، نحن لا نتكلم موضوع الأسرار، لا نتكلم من ناحية الأصل. من ناحية الأصل، هل ترضون في مسألة نكاح الذكور لبعض من البعض؟ إذا قلتي أنت إذا كل واحد حر بنفسه، فأنا أطرح عليك سؤال، ما رأيك بابنتك الصغيرة أو ابنتك بلغت 14-15 سنة تمارس هذا الأمر مع صديقتها، هل ترضين أن هذا الأمر جيد؟ وهو يحرض عليه من قبل المثليين، فهل أنت مع المثليين أم ضد المثليين؟ وما رأيك أن زوجك يأتي بصديقه إلى الغرفة لكي يعمل معه هذه الحركات؟ وإذا قال لك زوجك أنا بالنسبة لي مقتنع بهذه الفكرة، فهل أنت مقتنعة أيضا؟ يعني سيكون عندك الأمر بسيط جدا يعني؟ طبعا هذا الكلام الآن سيورث رد، يعني أنا ما عندي مشكلة أستمر، ولكن أنت ممكن عندك عمل، ما في مشكلة. النكاح طبعا تكلمت على النكاح، أنه النكاح البهائم عندنا في الحكم، نعم الإسلام لم يدع شاردة ولا واردة إلا جاء بحكم، ولكن اذهبوا وراجعوا أصولكم أنتم، يعني ما عندكم مراجع. نحن عندنا إذا مسلم فعل هذه فاحشة مع حيوان له تعزير، ممكن يقتل، نعم، لأنه فعل أمر غير معتاد. وأصلا الأمراض ما جاءتنا إلا من طرف أوروبا، الإنفلونزا والإيدز كله بسبب نكاح الذكور لبعضهم البعض، نكاح الإناث لبعضهم البعض. أنتم تتكلمون في مسألة المضرة، أنه رجل كبير يناكح فتاة صغيرة، اذهبوا وراجعوا العلم، هذا ليس فيه شيء إعجاز العلمي، ولكن اذهبوا وبحثوا في مسألة النكاح في الشرج أنتم تفعلونه، اذهبوا وراجعوا مسألة نكاح المثليين لبعضهم البعض، تفعلون الليل نهار، ومسألة النساء لبعضهم البعض. فالأمراض لم تأتينا إلا من طرف أوروبا ومن طرف هذه الدول التي تفعل هذا ثقافة عندكم. أنا نحن عندنا نعاقب من يأتي بهذه، ممكن نقتله. من يأتي في مسألة يجامع الحيوانات، أنتم ما شاء الله مربين عليكم حيوانات في البيوت من أجل هذه الأمور، نحن عندنا هذه الأمور محظورة، ومن يفعل هذه الأمور الشرع حط لها حد. فهل أنت مع الشرع الإسلامي أم مع الشرع تبعكم؟ بالنسبة لموضوع تقولي أنه امرأة شافت حادثة هي ورجل، لماذا الإسلام جعل شهادتها بنصف الرجل؟ أقول لك اذهبي وراجع الإعجاز العلمي وستعرفين هذا. وأنا أطلب من الأخوة المشاهدين مراجعة الإعجاز القرآني لكي يتعرفوا على هذا القرآن العظيم الذي هو ليس كلام البشر. كل آية في القرآن منها تبين الآن إعجازه في الأرض، ومنهم لم يتبين. فاذهبوا وراجعوا الإعجاز القرآني، وإن شاء الله تعالى إن كنتم صادقين في مراجعتكم ستؤمنون وتدخلون في دين الله سبحانه وتعالى، وتعرفون وتعلمون علم اليقين أن هذا ليس كلام بشر، بل هو كلام منزل من رب العالمين. تقولي الإسلام يحرض على الزنا، كيف يحرض على الزنا؟ بل يحرض على الستر. الإسلام لا يحرض على، كيف يحرض؟ يقول إنه خبوا، إنه استتروا على نسائكم، وهو في الأصل حرم الزنا، ومن تزني تقتل. هذا تعارض، يحرم الزنا ثم يقول لا، هو إيش حرم الزنا، ولكن في المقابل عندنا شيء اسمه ستر. أنا أسألك بالله،
إذا عندكم طبعا في المجتمعات المرأة ممكن في بعض المجتمعات لو كانت كافرة ولكن عندها أخلاقيا لا تزني، أنا أقول لك كيف بك إذا أنت فعلت الفاحشة، تمام، تبين لزوجك هذا الأمر وأراد أن يطلقك، تمام، أيهم أفضل؟ يطلقك بدون ذكر فضيحتك، يقول فلانة زنت مع فلان، أم يطلقك ويشهر فيك في المجتمعات، يقول فلانة زنت ألم تدري، فلانة زنت ألم تدري، يجعل عرضك العوبة في المجتمع. نحن عندنا ممكن الإنسان إذا رأى من زوجته الخيانة يطلقها، ولكن حرض الشرع على الستر، إن الله حي ستير، ونسب الولد ونسب، نعم، 4 شهود، أن يأتي ب4 شهود هذا يقيم، ولكن لماذا الشرع حط أربع شهود؟ ضيق. مستحيل أن تأتي ب4 شهود، مستحيل، ممكن أنت تروح تجيب 4 شهود كون انتهت العملية، تمام، معناته إيش؟ الشرع حرضك على الستر، وهذا الضابط لا يستطيع أن يأتي به إلا من يزني في الشوارع كعندكم الآن، الزنا في الشوارع وفي النوادي وفي شواطئ البحر، أما عندنا ممكن يكون في زنا ولكن بالستر، إن الله حي ستير. فنحن إذا المرأة زنت، إذا كشف أمرها قتل، إذا كانت امرأة متزوجة، أما إذا كانت عزبة فإنها تجلد، ولكن أين الضابط في الموضوع؟ الستر، يعني يقول لك أيها الزوج، إما أتي بالضابط وهو صعب أن تأتي به، أو استر ولا تتكلم، واجعل المرأة تذهب إلى بيت زوجها واستر عليها، أيهم أفضل للنساء، الستر أم الفضيحة؟ هذا سؤال برسم الإجابة. مباشر ما فهمت، هذا مباشر باشري؟ لا لا، قلت لك هذا سؤال مباشر، ما فهمتش، ما هو؟ يعني تدرك طرحت لي سؤال مباشر؟ لا لا لا، أنا هذا السؤال ليس لك، سؤال للنساء. أوكي، عملنا خلاصة أستاذ. طيب، خلاصة الحديث و